حبيب اخوك، انا متحمس جدا، فاضل يوم ونخش على الجوله الرابعه بعد ما فعلت الوايلد كارد بتاعي. النهارده جاي لكم بتوقعات الجوله الرابعه. عايز اقول لك ان دي احسن حلقه انا بحبها يا عم سيمبوس. براحتنا بقى في الوسط كده هنتكلم عن الاصابات وتاثيرها، وفي الاخر في اخر الفيديو ما تنساش هيبقى في مقارنات بين لعيبه هتهمك جدا لو انت مفعل وايلد كارد او حتى بتعمل انتقالات عاديه. بس قبل اي حاجه، مساءك لذيذ، اهلا بكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان تصدق جدنا اول باول. انزل اخبط اللايك بسرعه، عملنا كومنت يشجعنا. انا ابو ادهم وانا سيمبوس ويلا بينا نبدا. صديقي اللذيذ، خلينا بقى نبدا بتوقعات الماتشات. وعايز اقول لك انا بستمتع جدا وانا بتوقع، وكل توقعاتي بتطلع غلط في الاخر جمدان. بس يعني اهم حاجه ان احنا ايه، بيبقى ده تخيلنا وساعتها بنتصدم بارض الواقع. خليني ابدا لك بالفرقه اللي انا حاليا بكرهها عشان كان معايا برونو، وعايز اقول لك ان انا كارهه جدا ومش طايقه، فاتمنى ان هو يعني ايه اللي صبر عليه يغزله برده عشان ما يتعشمش فيه كتير ويضطر يبيعه، وهو يستاهل كده بامانه. الماتش ده يا عم سيمبوس انا توقعي ان هيبقى 2-0 لمانشستر يونايتد للاسف. تمام، انا 4 لمانشستر يونايتد. 4-0؟ 4 0؟ يعني انت، احنا متفقين في الكلين شيت، انا مش عارف جايبين الثقه دي منين؟ عشان يعني بناء على اللي بتعمله ساوثهامبتون. بالظبط. ما شفتش منهم حاجه. مش حلاوه من مانشستر يعني، بس مانشستر الطبيعي انها يكون بالك دفاعها هتحسن اصلا. بالظبط، وهيبقى ليها رد فعل المفروض، والمفروض انها قدام فرقه من اسوأ الفرق اللي احنا شفناها السنه دي، ما فيش منها رجا قوي. هي بصراحه هي وليستر يعني اثنين سيئين جدا. انا شايف ابسوتش فرقه فيها الرجا شويه، واعتقد انها هتكمل معانا السنه دي. عايز اقول لك ان مانشستر يونايتد من وجهه نظري المهم منها لو انت بتجيب هو مزراوي، انا شايف ان هو ممكن يبقى ريسك شويه ان انت تجيبه. لعيب ب 4.5 مش هيزعلك، ما عنديش اي مشكله، انما واحد زي برونو وخد مني بيع، اسمع كلام اخوك، لان حتى لو جاب لك ماتش زي ده هيعشمك. ما هو انت صبرت عليه ماشي، بس انت لازم تبيعه والله، يعني هيعشمك ان هو هيجيبه هينفجر. ماشي، هيبيعه ليه في الماتش ده؟ استنى بقى بعد الماتش ده. انت بتبني حاجه اللونج تيرم، انا ده رايي يعني. انت بتبني حاجه اللونج تيرم. لو انت مش على وايلد كارد ومعاك برونو سيبه معاك واشيله في الجوله السادسه. يا عم بيع يا عم والله العظيم، ده عيل مش هيجيب لك حاجه وخد مني. ماشي، حتى الاجوان اللي هتيجي دي مش هيبقى هو مشارك فيها. اماد ديالو على لاتشا من جراناتشو على كلام من ده، مين اهم لعيبه ثانيه انا مش شايف اصلا ليهم ملامح حاليا هجوميه؟ مفيش يعني. الجناح اليمين اماد او جراناتشو، راشفورد وممكن جراناتشو. مشكله اماد وجراناتشو انت مش ضامن الدقايق، ده رقم واحد. ومستوى راشفورد لو فضل بالطريقه دي ما اعتقدش ان هو هيكمل كتير او بقى بيكمل مضطر، فالجو العام كده مش احسن حاجه. برونو لحد دلوقتي تحس ان تركيزه مش قد كده، بدا يفقد الثقه في نفسه شويه نتيجه ان هو بيضيع الفرص. زيركيزي لسه عيل صغير لسه جديد، ما اعتقدش ان هو برده يعني لسه دخل في الفورمه. ولما هويلاند يرجع الله اعلم بقى هو ولا هويلاند، الدنيا كده ملخبطه في مانشستر يونايتد. فعشان كده بقول لك ان مزراوي اللي اكيد ضامن مكانه، وبصراحه هو لعيب حلو مش وحش، فاعتقد ان هو ب 4.5 مش هيزعلك، وممكن يبقى ريسك في ماتش زي يجيب لك كلين شيت، بعد كده يجيب لك كلين شيت بعدها مثلا بجولتين، فتبقى خدت خيره. وممكن احيانا بيزيد، ممكن يعمل اي حاجه قدام. ده في وجهه نظري بالنسبه لمانشستر. انت بالنسبه لساوثهامبتون شايف نجيب منهم مين؟ انا مش شايف اي حاجه، سكيب سكيب ساوثهامبتون خالص. انت ممكن بس تجيب اللعيبه اللي ب 4 مليون ولا ايه رايك؟ لا ما تجيبش اي حد خالص، حتى المدافعين بتوعهم اللي ب 4 مليون؟ لا يعني انت فاقد فيهم الامل، ولا حتى رمزدين حارس المرمى؟ ولا اي حاجه. والله يخليك يا عم سيمبوس. طيب يبقى نسكيب الماتش ده. الماتش ده على فكره هو هيبقى اول ماتش في الجوله، هيبقى الساعه 2:30. اخش لك بقى على الماتش الجامد اللي كل هيبقى مستنيه، نظرا ان الناس اللي عامله وايلد كارد زيي او اللي جايب حتى بانتقال او اللي كان معاه اكيد من لعيبه برايتون اللي لحد دلوقتي جايبه تقريبا 7 نقط في الدوري، ادائها حلو جدا مع المدرب الجديد، اصغر مدرب في الدوري الانجليزي. شايف الماتش زي ده مش هيبقى فيه كلين شيت برغم ان هي قدام ابسويتش، لان ابسويتش الى الان الناس حاكمه عليها نتيجه انها كانت خسرت وتعادلت. بس عايز اقول لك ان ابسويتش لعبت فرق صعبه جدا جدا، فعشان كده جابت فيهم عادي وعرفت تجيب اجوان وكانت بتسد نوعا ما. فشايف ان الفرقه دي فيها الرمق، هتعرف تجيب جون عادي في برايتون، جاب الجون على الاقل في السيتي، فاعتقد ان هي الماتش زي ده يخلص يعني سكه كده 3-1. تمام، انا 2-1 لبرايتون. واحد لبرايتون. طيب اقول لك انا اهم الناس من ابسويتش، انا بالنسبه لي جايب توانزيبي اللي شايف ان هو بيلعب باك يمين في خطه ال 4-4-2، ولو في خطه ال 5-3-2 بيلعب دفاع ثالث. محدش غيرك جايبه باينه. ما انا بص انا برضو اول مره اسمع عنه. ماشي، ما انا هجيب لعيب. بص اصل معلش ده زي ده، احنا جايبين لعيب ب 4 مليون، فانا بحاول اجيب لعيب ب 4 مليون، اولا يبقى ملكيته مش عاليه،
يعني عشان لو اتباع بعد كده في الوايلد كارد ما ينزلش في الفلوس. حاجه كمان ان هو لو عمل لي حاجه ونزل بالصدفه فيمكن تضرب معايا وعلى في الترتيب. وبحاول امشي مع المنطق، انا بشوف لعيب على الاقل بيلعب فول باك مش سنتر باك، فتوانزيبي من وجهه نظري هو بيلعب اساسي خلاص هجيبه، هو بقى جريفز مش فارقه، بس يعني يمكن ايه يعني تظبط معايا يا عم سيمبوس ولا حاجه. وخصوصا ان احتمال احتاج ان العبه يوما ما الواد ده بالذات، وهقول لك ليه لما نيجي نتكلم بكره في اللايف. اللايف ان شاء الله هيبقى بكره الساعه 9، فتابعنا ومستنيين كل اللذيذة معانا عشان ايه ينصرونا كده وربنا يكرمنا. عايز اقول لك ان ابسويتش مش شايف منها اي خيارات تانية هجوميا لسه ما وضحتش، ودفاعيا برضه ده كويس. هو 5.5 بس انا لما بصيت في دقايقه لقيت ان دقايقه مش اقوى، يعني برضو بيطلع قرب الاواخر مش بيكمل 90 دقيقه. تمام ديفيز، طيب فعايز اقول لك ديفيز، بس انا يعني هي تبقى ريسك بصراحه لانه ب4.5 في خيارات حاليا منطقيه اكتر منه، بس الواد ده لو انفجر وخصوصا هم لسه هيبان لهم بقى معالم يعني، فشايف ان هو هيبقى اختيار كويس، بس لسه هنتفرج لما يلعبوا فرق نص جدول الاول ايه الدنيا. بالظبط، نشوف بقى المستوى الحقيقي في الماتشات الجايه، واكيد اللي هيجمع داتا ولسه هيفعل وايلد كارد في الجوله السادسه ممكن يحط عينه على فريق ابسويتش. خش لي على برايتون عم سيمبوس، مين اهم اللعيبه؟ والله برايتون كتير قوي يعني، جواو بيدرو طبعا، ويلبك، ميتوما، مين تاني، مينتا، دانك الحارس بتاعهم. طب يعني انا الفرقه كلها حلوه بصراحه، وده يعني من النشاط السهله. بالظبط، هو برايتون حلوه جدا شورت تيرم الجوله دي بالذات والجوله اللي بعدها، بعد كده الماتشات تبقى صعبه، فانت ممكن اختيارات هجوميه منهم مقبوله من وجهه نظري، انما دفاعيه فانت عارف ان هما الجولتين من الاخر. وعايز اقول لك ما تعبيش شبه ما عملنا من فولهام، وافتكر يعني الكلمه دي كويس، واحد او اتنين او اتنين يعني. وعايز اقول لك ان في المقارنات في اخر الفيديو لعيبه برايتون ده هركز عليهم جامد، وهتستفيد جامد، وهتعرف انت هتختار منهم مين على حسب دماغك. تمام، اخش على الماتش اللي بعد كده عم سيمبوس، كريستا البالاس وليستر. كريستال بالاس وليستر، بص يا عم الحاج انا شايف ان ماتش زي ده ليستر انا شايفها دلوقتي في الضياع، فرقه ضايعه ولا هجوميا ولا دفاعيا، مع انها لعبت كويس قوي قدام توتنهام في اول الدوري، بس ما ننساش ان هي فرقه لها خبرات نوعا ما في الدوري الانجليزي، فممكن تفاجئك ان مستواها بايه بيتحسن، بس انا مش شايف منهم لحد دلوقتي اماره، فاقول لك ان كريستال بالاس هتكسب 2-0 نظرا ان كريستال بالاس عندها عناصر تقدر يعني تعمل حاجه، زي مثلا ماتيتا لو رجع فايق، او مثلا ايزي نفترض، انما ليستر بلا انياب الى الان مش شايف لها اي اماره. فانا ما انصحش بصراحه انك تجيب حد من ليستر، ولو برضو هنصحك بحد من ليستر فانصحك بالمدافعين اللي هم باربعه لو انت بتكمل التشكيله، غير كده ما وعدكش. تمام، انا اتوقع 1-1. ده انت ضيعت الكلين شيت بتاع اندكسون بتاعك. عادي البس يعني، ماليش دعوه بقى، ده حاجه وده حاجه. تمام، نجيب مين من كريستال؟ نجيب مين من كريستال؟ طبعا ايزي يا جماعه، ايزي لو معاك طبعا ما تبيعوش، لعيب جامد جدا يعني، بنقول نفس الكلام كل مره، هو المين مان مع 90 بيلعب 90 دقيقه، بيلعب ضربات الجزاء، فبصراحه انا شايفه اختيار كويس. حد تاني بقى جنبه؟ لا لحد دلوقتي لا. انا اتوقع ان ده هيبقى بدايه رجوع ماتيتا للفورمه لما يرجع بقى نبقى بس انا اتوقع يعني افتكر الكلمه دي ان ماتيتا هيرجع وهيعمل حاجه الماتش ده. تمام، اخشك على الماتش بعد كده، ماتش مهم برضو للناس، فولهام وويست هام. في ناس بتغامر دلوقتي وبتبدا بدات تجيب لعيبه ويست هام كديفرنشال معاهم قلبا وقالبا، الفرقه دي هتبقى حلوه جدا. اما بالنسبه لفولهام ففي ناس مغزوله كتير من لعيبتهم، الماتش زي ده انا اتوقع انه ماتش مش سهل نهائي، واعتقد ان ويست هام عندها من الاسلحه انها تعرف تجيب جون في فولهام، عشان هو هجومهم قوي برغم ان فولهام دفاعها حلو على فكره، انما فولهام تقدر تاذي دفاع ويست هام لحد دلوقتي مش حلو، فماتش زي ده سكه تعادل كده 1-1. فولهام ويست هام انا 2-2. 2-2 منطقي يعني، انت متفق على التعادل. طيب انا اقول لك نجيب مين من ويست هام؟ بوين ثم بوين ثم بوين، انا بعشق اللاعب ده وحدوتي بحاول ارشقه في الوايلد كارد مش عارف. تمام، عيني على كلمن، بحب برضو اللاعب ده جدا كمدافع. شايف ان انت ممكن تخش لو بتعمل وايلد كارد او هتعمل بقى يعني على الحارس يعني اريولا وفابينسكي، حاجه منطقيه جدا، ده لاعب ده ما لعبش، اتنين من نفس الفرقه بيكملوا بعض، واريولا ماتشاته حلوه قوي يا جماعه، وبدا ويست هام بدا ويست هام ماتشاتهم تتحسن. شايف ان احنا فولكروك على فكره مصاب، فشايف ان وده طبعا له تاثير
ان انطونيو اللي بخمسة ونص ممكن تفكر فيه جدا تمام. بس بيلعب ما بيعملش حاجه بالظبط بس بخمسة ونص يعني انت ممكن لو عايز تعمل على شورت تيرم حاجه بخمسة ونص بيكمل بيها التشكيله انت ممكن تجيب حد بخمسة ونص زي انطونيو. بس برضو ما انصحكش انك هتحتاس بعد كده انك عايز تبيعه لان اكيد فولكروك ده مش جاي عشان يقعد دكه تمام. شايف ان خياراتهم حلوه جدا وعايز اقول لك اختيار جامد جدا وهينجله في المقارنات سوتشيك يا جماعه اختيار هايل جدا بخمسه. طيب خش لي على فولهام مين؟ فولهام سميثرو هو يعني اكتر واحد منطقي اللي هو مع الملكيه وفي المضمون. بس مشكلتي معاه زي ما قلت ان هو ما بيكملش 90 دقيقه يا جماعه. بس هو انا اعتقد ان هو هيجيب حاجه الماتش ده انا حاسس. تمام غير كده ما تجيبش لا خلاص بقى. طب لو معاك ممكن روبنسون. روبنسون حلو قوي. روبنسون الماتشات ما عادتش احسن حاجه زي الاول بس عشان انا مستني منه ريتيرن بقى الهجومي. تمام هو الميزه في كده. مونس طبعا لو معاك انا رايي انك تبيع وتخلص كفايه عليه قوي كده خد فرصته فيه كفايه لعيب من حسن معاك خلاص وقت فولهام خلص يا جماعه خلاص. تمام عايز اقول لك بقى الماتش اللي بعد كده ليفربول ونوتنجهام فورست ماتش كتير جدا مستنيينه. واحد زي سيمبوسن ومعوش هالاند اللي هم التشكيله بتوعه هالاند وناس اللي عايزه تعمل ديفرنشال انها كابتن صلاح حتى لو معاها هالاند والناس اللي معاها يعني ناس من ليفربول كتير وده منطقي احسن فرقه لحد دلوقتي لعبت في الدوري قدام نوتنجهام فورست الخصم المفروض ان هو مش خصم سهل. شايف ان ماتش زي ده هيخلص سكه 3-1 والكلين شيت هيضيع من ليفربول ولا ايه رايك؟ انا 2-0 2-0 برضه كلين شيت ليفربول. تمام شايف نجيب من نوتنجهام فورست مين في الماتش ده لو هتجيب ما تجيبش الماتش صعب جدا جدا لكن انا رايي لو انت معاك كود ومش بتعمل وايلد كارد وعايز تحتفظ بيه شايف ان هو مستر خشبه ده انا معايا وود يا جماعه هيلعب كده كده ممكن تلعبه لو عندك حد انك تلعبه احسن منه ماتش اسهل متفاهم ده جدا بس وود بعد كده الرام بتاعه هيبقى ممتاز جدا. وعايز اقول لك ان انت لو بتفكر برضو ان انت هتجيب حد زي حد سيلز على اللونج تيرم حتى لو ده ماتش وحش وانت عايز تجيب حد من نوتنجهام فورست فنوتنجهام فورست الى الان طبعا ثلاث جولات مش مقياس ولكن دفاع حلو جدا اعتقد ان هو ثالث احسن دفاع فحاجه كويسه ان انت ايه يعني تراهن عليهم. غير كده مش شايف في الفرقه جيبس وايت هودسون اودوي لانجا الناس دي كلها ما جابتش حاجه تفرحك فانتازيا او تروح عليها. نجيب مين من ليفربول؟ ليفربول يعني استنى افكر ابو صلاح طبعا ابو صلاح كده كده ارنولد وروبنسون روبرتسون الاثنين جامدين غير كده لا ما رشحش جوتا او دياز او الناس دي يعني انا من وجهه نظري انا عشان روتيشن دوري الابطال بعد كده بالظبط يعني بناقص وقت يا عم لعيبه بتلعب احسن ال 90 دقيقه يعني طب ايزي مثلا واليسون لا اليسون غالي بالظبط حارس غالي. طيب خش بعد كده على ماتش مانشستر سيتي وبرينتفورد. انا في رايي ماتش زي ده من الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم 4-0 تمام لمانشستر سيتي. لان برينتفورد دفاعها الان سيء جدا العمق بتاعهم وحش جدا وعايز اقول لك ان يعني مين اللي متالقين قوي حاليا في فرقه مانشستر سيتي هالاند سفاح وراضي عشان كابتن هالاند لا والله انا لا انا على فكره انا عارف حظي وغالبا ايه هالاند ممكن ما يعملش او يجيب جون بتاع اسيست اي حاجه لكن لا الفرقه هتكسب وفي المرتاح لان برينتفورد الان العمق بتاعها متدمر يا جماعه مش احسن حاجه إيه ممكن ممكن تستهدفهم جدا. عندك دي بروين بيقتلهم في ارضيه الملعب وهالاند بيلعب هالاند بيوصل فاعتقد الموضوع هيبقى مش صعب على هالاند ولا الرفاق بتوعه. برينتفورد الى الان مش مقدمه مستوى دفاع حلو لحد دلوقتي هي اسوا فرقه رابع اسوا دفاع في الدوري في حاجه وحشه جدا طبعا كل ده ثلاث ماتشات وثلاث ماتشات على فكره مش كفايه للاحصائيات ولكن باللي احنا شايفينه اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي برينتفورد دفاعها وحش بدليل ان فليكن عمال يجيب تصديات بالعبيط. نجيب مين من برينتفورد؟ انت ممكن تجيب وتراهن ان السيتي بتضيع كلين شيت ولكن ما اعتقدش ان في ماتش زي ده هيبقى الموضوع سهل بالمره على برينتفورد يعني موبيومو طبعا وسايبه اختيارات جامده جدا اول الجوله السادسه انما فليك انت ممكن تجيبه عشان تصديات بس انا والله رايي لا الراجل ده بيلبس كتير ودفاعه مستباح فمش شرط في كل يعني كل جوله يجيب لك تصديات ممكن تلاقيه لابس رقم ففي وما صداش لحاجه فبيجيب لك ايه ولا حاجه فلا دور على فرقه يعني دفاعها هيكون صلب شويه او لو برينتفورد اتحسن برينتفورد يا جماعه من اول الجوله السادسه ما تفكرش دلوقتي خالص بالظبط. مانشستر سيتي نجيب مين؟ هالاند طبعا كده كده لو مش معاك هتدخله تشكيلتك حتى لو هتعمل سالب عادي مفيش اي مشكله. مين تاني؟
ريكو لويس وفارديول الاثنين حلوين. لو انت معاك فارديول سيبه تمام، مش معاك حد من دفاع السيتي اصلا ممكن تيجي بروكو لويس، اختيار كويس جدا. بس المشكله ان ايه، هيبقى في روتيشن قدام فغالبا هيقعد ماتشات، فانت ودماغك بقى تمام. بس انا مش شايف اي حد ثاني مضمون. انا عايز اقول لك تاثير اصابه اكي حاجه حلوه وحاجه وحشه. حاجه حلوه ان كده لو معاك فارديول انت ضامن ان هو هيبقى اساسي تمام، يعني ما هو بيلعب اشول، اكيد كان بيلعب اشول، فبالتالي ده غالبا فارديول هيبقى اساسي دايما كده كده اساسي اصلا. ايوه لا مش قصدي، بس كان ممكن ياخد روتيشن مع اكي، فبالتالي كده انت ضامن ان هو اساسي اساسي تمام، مفيش روتيشن اللي هيبقى قليل جدا بطريقه ما انت عارف ان هو هيدبرها يعني جوارديولا بيخزوقنا تمام. بس السيء ان غالبا جوارديولا هيبقى اساسي عشان يلعب سنتر باك، يعني ده في الغالب تمام. الا بقى لو ووكر خلاص بقى دخل، فممكن جوارديولا يتقدم في ماتشات معينه. بس انا اتوقع توقعي ورؤيتي يعني ان جوارديولا هيفضل بيلعب سنتر باك السيزون ده، فشايف ان هو اختيار ب 6 مليون بصراحه طالع للفلوس، ده رايي الشخصي. ماشي، بس هو لو معاك ما تبيعوش. لا انا ما بقولش تبيع، انا مش تبيعه، انا بقول ان انت لو بتقرر ان انت تبيع او بتعمل وايلد كارد، مش افضل اختيار ان تجيب لعيب ب 6 مليون. ايوه طبعا. انت الاحسن تجيب، الاحسن تجيب روبرتسون تمام. اخش لك بعد كده على ماتش استون فيلا وايفرتون. ماتش زي ده انا مش شايف ان هو هيبقى اسهل حاجه، برغم ان ايفرتون يعني ما قدمتش يعني حاجه تذكر، ولكن ايفرتون عرف تصمد قدام بورنموث 87 دقيقة تمام، ما كانش بيتهاجم عليها، بعدين لبست فانهارت، وحتى المدرب طلع هاجم اللعيبة بعد الماتش. فأعتقد إن بعد الدش الجامد ده أتوقع إن هم المفروض يتحسنوا أو هيبدأوا ينهاروا، وده هيبقى إيه بداية إقالة شون دايش تمام. بس أنا في رأيي الماتش ده مش سهل، بس مش اللي أنت متخيله إن أستون فيلا هتنزل تدمر إيفرتون والجو ده. الماتش ده هيخلص بصعوبة لأستون فيلا 1-0. ماشي، أنا 3-1 لأستون فيلا تمام. إيه انا عايز اقول لك ان انا جايب كالفرت لوين في الوايلد كارد، بس انا غالبا مش هلعبه في الماتش ده، لان شايف ان هو الماتش مش هيبقى اسهل حاجه. انت جايبه اصلا عشان ضربات الجزاء بقى، مش جايبه عشان يعني. لا انا جايبه، انا جايبه برده مش هلعبه قدام استون فيلا تمام. ماشي. إيه بالنسبه اللي عندي لايفرتون تجيب منهم مين؟ كالفرت لوين على فكره شايفه بخمسة وتسعة، اختيار حلو جدا مش وحش، وخصوصا انت لو هتجيبه في وايلد كارد بعد كده حابب ترجع وود، حابب تجيب مثلا اي لاعب ب 6 مليون إيه براحتك، هتنزل بعد كده جواو بيدرو كحاجه دايما معاك ايا كان تفكيرك ايه. شايف ان هو لعيب مع ضربات الجزاء، لعيب توب كلاس المفروض لو ما بيتصابش، معاه واحد زي ماكنيل بيعرف يرفع له الكور ويوصله، فاعتقد ان هو هيتحسن مع الوقت. وحاليا هم مزنوقين ان هو لازم يحققوا اي انتصار اي تعادل عشان يصالحوا جماهيرهم، في حته الضغط دي انا بحبها، بحب حته الحافز ان هم هيموتوا نفسهم، فشايف ان هو اختيار كويس. طبعا الدفاع بتاعهم الان ما فيش منه اي رجا. كين اختيار حلو ب 4 مليون، ولكن لو برنس ويت رجع في اي وقت انت ممكن ما تلاقوش، لان برنس ويت طبعا توب كلاس، فبالتالي كين كشورت تيرم حلو، غير كده ما تفكرش تمام. بالنسبه لاستون فيلا يا جماعه هو روجرز ما فيش غيره، ويمكن اونانا، وهنقول لكم بقى المقارنات دي في اخر الفيديو ان شاء الله. انما واتكنز هو حاليا غالبا ما اتشافش في التدريبات، ده اللي انا سمعته، فانا ما يعني مش عارف هو هل هيبدا هل مش هيبدا، فانت بعد عن واتكنز خالص. بس الدفاع بتاعهم كويس برضو، الرن كويسه، في امل يجيبوا كلين شيت. الفكره في كونسا المدرب انجلترا ترى قال انا اعتقد ان هو بخير، بس واعتقاد مجرد اعتقاد. اعتقد دي تقلقك ان انت لو بتجيبه ما تجيبوش، يعني اصل انت هتفك في الاخر ليه ما بيلعبش، وانت معتمد انت بتلعب ثلاث مدافعين وهو منهم، فينزل لك حد ب 4 مليون ماتش وحش، فمش شايفها بصراحه. في اختيار كويس باو توريس، انا شايفه احسن واضمن، وصاحب اوناي امري كده يعني هو كان جايبه معاه، فشايف ان هو مهم وبيلعب برجله الشمال، فملوش تقريبا بديل يذكر. فاعتقد ان مينجز لو رجع الماتش ده هياخد مكان كونسا، او هيبدا بقى يتصرف ويلعب الواد اللي هو ب 4 مليون ده كوفيتش ده. انا على نفسي ما جابش حد من دفاع استون فيلا اصلا، ما بيجيبوش كلين شيت يا جماعه. بالظبط بالظبط. طيب اخش لك بعد كده على ماتش بورنموث وتشيلسي. انا اعتقد الماتش ده هيبقى ضرب نار، فرقتين يعني بيعرفوا يهاجموا، ما دي حاجة حلوة جدا، يعني ده هيهاجم وده هيهاجم ما بيدافعوش تمام. ماتش زي ده شايفه سكة تعادل كبير 3-3، ولا انت شايف ايه؟ بالنسبة لماتش مين؟ بورنموث وتشيلسي. بورنموث وتشيلسي لا تشيلسي هتكسب، بس يعني نقول مثلا 2-1. 2-1. لا انا شايف ماتش زي ده هيبقى جامد جدا. اقول لك مثلا نجيب مين من تشيلسي. عندك يا عم بالمر لو ضمنت ان هو ايه جاهز ماشي. مين كمان؟ مدويكي، شايف ان هو اختيار جامد جدا للي عايز يوفر، وشايف للاسف جاكسون لو انت بتفكر ان في حد مضمون في الهجوم. مش للاسف ولا حاجه يا عم، والله هيجيب
ماشي، انا مش مقتنع قوي. طبعا احنا عارفين انه جوزته ان في اصابه، الله اعلم هيرجع ولا لا، فلازم تتابع الموضوع ده. مش شايف فيهم حد، وعايز اقول لك ان من ضمن المقارنات هقارنك بالبالمر وساكا في اخر الفيديو، وهقنعك ان انا شايف ان ساكا احسن بصراحه، بس الران بتاع تشيلسي ران مغري جدا. ماشي، بالنسبه للمرموس سيمينيو يا جماعه هو رقم واحد بعد مسلانكي مشي دلوقتي. انا شايف حد واحد. انا شايف حد برضه ديفرنشال ترافينير بصراحه ارقامه جامده جدا، ممكن تفكر فيه. ماشي، بس لو انا مش شايف لعيب فانتازي بصراحه، يعني هيعمل لك كل 3-4 ماتشات على ايه؟ ماشي تمام، افضل حاجه غير كده بعيد. تمام، نخش بعد كده على ماتشات يوم الاحد، توتنهام والارسنال. ماتش بقى يبقى صعب جدا، طبعا الارسنال عارفين ان هم الدشمله اصابات، اوديجارد الله اعلم لسه هيرجع امتى. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده لسه هنستنى المؤتمرات بكره وهنطلع لكم في اللايف نقولها لكم. عندك برده حد زي كلافيوري اللي اتصاب مع منتخب ايطاليا، اوديجارد وكلافيوري دول لبسونا في الحيط بالظبط، غير بقى رايس اللي استبعد عشان الطرد. فاعتقد ان هو هيبقى ماتش مش اللي هتبقى واثق قوي ان الارسنال هتجيب كلين شيت، ولا هتبقى مؤذيه قوي هجوميا لان الكرياتيفيتي هتقل بعدم وجود اوديجارد، ولكن ممكن تبقى بدايه ولاده لعيبه جديده زي ستيرلينج اللي ممكن تلاقيه منفجر جدا، ولو مسك فورمه ممكن يلعب، ممكن يلعب في ماتش زي ده على فكره، عشان بس بالمره نقول يعني ممكن ستيرلينج تلاقيه بادئ مهاجم هو الراس الحربه وهمي مثلا، وبيلعب هافرز في نص الملعب او هافرز زي ما هو ومكان هافرز هيرجع نص الملعب، ده المنطقي، بس ممكن تلاقي هافرز زي ما هو، الله اعلم بقى رؤيه المدرب، هافرز زي ما هو ممكن يلعب في كذا مكان. وخد بالك ارقامه السنه اللي فاتت في المركز اللي هو 10 تمام كانت حلوه قوي، هو كان بيلعب 8 شمال 8 هو تمام 8 شمال. انا عايز اقول لك ان برده ممكن يكون تفكيره ايه، ان هو هيجيب مكان اوديكارد ستيرلينج بقى فعلا على فكره في المكان ده عادي جدا، هيلعب ورا ساكا ويسيب مثلا واحد زي هافرز اللي هو شايف ان هو محتاجه كراس حربه في الماتش ده، الله اعلم بفكره، بس هو الخلاصه ان في ماتش زي ده تبدا تقلق من هافرز اللي هيضطر ممكن يلعب في ماتشات نص ملعب، ففقد اهميته الجامده اللي كانت موجوده ان هو مهاجم الارسنال، ولو اتالق واحد زي ستيرلينج في الهجوم ممكن تلاقي ستيرلينج خلاص حجز مكانه. مشكلتي مع ستيرلينج انه مش بيتالق كل ماتش، تلاقيه مره فورمه مرعبه ومره في البليله، بس يمكن يبقى فورم ملعبه في اول كام ماتش ونستفاد منه بالظبط. والله انا بحبه نفسي يتالق معاه بالظبط، اصلا بفكر اشيل لعيبه الارسنال من عندي بس كله. ايوه ما هي دي تفكيري السليم، اشيل وايت وساكا وهافرتز واجيب بدلهم هالاند وروجرز ومزراوي مثلا. تمام، هي شايفها حلوه بما اني هعمل وايلد كارد للجوله السادسه، هي مجرد فكره مش عارف لسه هطبقها ولا لا، بس انا حاسس ان الفريق مش يعني من غير رايس من غير اوديجارد حاسس ان هيبقى لا، بس خلي بالك الماتش زي ده هو ماتش جاي كان مفتوح ورايس هيرجع في الجوله اللي بعدها، والارسنال برضو عندها عناصر الجوله اللي بعدها دي السيتي. ماشي، ما انا قصدي كده، ما هو لا هو انت المنطقي ان انت تبيع، انت كلامك مظبوط. أيوة أيوة. بس ساكا بما انك معاك وايلد كارد انت مش هيفرق لك، لكن انا مثلا لو انت مكان اي حد انا مش شايف اللي بيع ساكا ده منطقي، الماتش زي ده على فكره ساكا ممكن يسجل جدا. ايوه ايوه كده كده ممكن يسجل يا جماعه، وقعدوا على الدكه في ماتش السيتي او لعبوا في السيتي. انا بتكلم المشكلة. عشان انا هعمل وايلد كارد في السادسه بالزبط. فانا ممكن اخلص منه الماتشين دول ورايح دماغي وارجعه تاني في الجوله السادسه، انا هخسر في الفاليو بس عادي مش هتفرق. لو انت بتدفع الوايلد كارد انا رايي ان انت تجيب عنصر من الارسنال على الاقل، لانك بعدها بجولتين هتحتاج تجيب الارسنال ثلاثه بالظبط، فما ينفعش انك تخش ملط كده وتبقى محتاس بقى افت عندك اصابه مش هتعرف تجيب العدد اللي هيكفرك، وماتشات سهله جدا الارسنال يعني ممكن تخلص ستات وسبعات على فكره. فانت خلي معاك مين العنصر الاساسي اللي معاه البلانتيات، انا شايف ان ساكا، شايف ان ساكا او مدافع من الارسنال وتركنه على الدكه، او تسيبه في ماتش زي ده وتقعده في ماتش السيتي، ولو ان السيتي الماتش السنه اللي فاتت 1-0 الارسنال 0-0 فوارد جدا كل حاجه تحصل. السيتي ما كانتش الله اعلم الله اعلم، اعتقد لما نلعبها هنخسر اعتقد يعني. ماشي، ما هو بالمنظر ده ممكن نخسر عادي جدا، لان انت بس ممكن برضو تطلع 0-0 وارد، 1-0 فاهم، الله اعلم بقى. تمام، ماتش زي ده انا اتوقع ان هو هيبقى 2-2. طب نجيب مين من الارسنال؟ زي ما قلت لك ساكا، وممكن تجيب رايا كالونج تيرم لو انت بتعمل ايه، لو انت بتعمل وايلد كارد. ماشي، انا متوقع زيك برضه 2-2. تمام، نجيب مين من توتنهام؟ من توتنهام سون بيسجل في الفرق الكبيره يا جماعه، يعني بيسجل في الارسنال دايما بالظبط، السنه اللي فاتت سجل راح جاي، وعلى فكره وساكا برضه سجل راح جاي. تمام تمام. مين تاني؟ سولانكي، سمعت انه اتدرب، سمعت ان فرانك اتدرب وهنتاكد بكره في المؤتمرات برضه. تمام. فان دي فين سمعت انه رجع من الاصابه برضه، فهتبقى حاجه حلوه. طبعا بيدرو بورو والناس دي، بس انا لو يعني في ماتش الارسنال ده ما جابش حد طبعا من الدفاع، ما جابش غير سودن بس.
تمام. اخش لو هتسالني مش هجيب خالص عشان برضه ماتش ارسنال صعب المفروض يعني. تمام اخش بعد كده، بس انا بشوفه ماتش فيه اهداف يا جماعه، السنه اللي فاتت فيه اهداف، المفروض فيه اهداف يعني هجوميا لو معاك عناصر هجوميه سواء من توتنهام او من الارسنال تلعبهم، توتنهام بتعرف تسجل في الارسنال عادي جدا يعني، بيلعبوا حلو جدا قدام الاهلي ديربي، واحد زي بيدرو بورو ممكن يبقى كويس قوي في الماتش ده بالظبط لو منك ما باعوش. نخش على وولفرهامبتون ونيوكاسل، ده ماتش الاخير، اعتقد ان ماتش زي ده الفرقتين دفاعهم سيء جدا فبيترتب عليه ان الماتش هيبقى فيه جوان، اعتقد 3-2 لنيوكاسل، ده توقع. لا 1-0 لنيوكاسل، 1-0 لنيوكاسل هيجيبوا كلين شيت. ازاي انا شايف ان وولفرهامبتون تعرف تجيب جوان بصراحه. تمام شايف ان ماتش زي ده لو انت مثلا بتلعب وايلد كارد ومعاك في الظريف وهتقعد مهاجم مش باربعه ونص يعني، عايز واحد بخمسه ونص، لارسون على فكره ممكن تفكر فيه وتلعبه في الماتش ده انا من وجهه نظري. مين؟ بس لارسون، لارسون مهاجم وولفرهامبتون. تمام عايز اقول لك نيوكاسل نجيب منها مين، انا شايف ان انت ما تجيبش اي حد تمام، لكن لو عندك ايزاك احتفظ بيه، لكن جوردون بيلعب بيمين، ده انا مش مقتنع بجوردون يمين نهائي، جوردون مكانه جناح شمال، هو بيلعب برده الشمال لا ما بعرفش العب يمين وبيلعب بجوردون يمين، لا معلش ده مش افضل يعني مكان لجوردون اللي دفع فيه 7 وي، لا في ناس في نفس الفئه السعريه واقل كمان ممكن يجيب لك نقط احسن منه، فانا شايف ان هو ده بس، وما تجيبش اي حد من الدفاع ولا اي حد من نيوكاسل لحد ما تبدا تتحسن برجوع تونالي. مين من وولفرهامبتون؟ لا ما ولا اي حد من وولفرهامبتون عشان الماتشات مش احسن حاجه. انا عايز اقول لك كمان ان ايت نوري المفروض في نوك ومسكيرا كمان في نوك، الله اعلم مثلا مؤتمرات هنشوف هيبقى بايظ. لا ايت نوري ومسكيرا تمام، انا ممكن ازود كده التوقع، ممكن اقول 2-0 اغير. تمام انا عايز اقول لك ايات نوري ده مصلحه للوولفرهامبتون، أيوة مش هيخسروا كور كتير، لعيبه اساسيه فورمه، انت هتنزل لعيبه جديده مش مسخنه. تعال بقى نقارن بين اللعيبه اللي الناس محتاره فيها، اللي هم تحس ان انت عايز تجيب الاثنين وتختار واحد فيهم. نبدا بروبرتسون وارنولد دفاع ليفربول يا جماعه، بس يعني ايه هنقارن بتفاصيل شويه. تمام لو خدنا بالنا من الخريطه الحراريه اللي ظهر قدامك على الشاشه هتلاحظ ان كل واحد فيهم ماسك الجنب بتاعه عادي، بس الفكره ان هم متواجدين كتير في منطقه الجزاء، ودي حاجه بالنسبه للمدافع حلوه جدا 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 وما بتشوفهاش في اي مدافع، فاهم؟ لو قارنا بينهم كتوتال تمام، فروبرتسون جاب 18 نقطه وارنولد جايب 20 تمام، قريبه يعني محدش فيهم حط جوان تمام، ال 2-0 تمام. الاكس جي بقى بتاع روبرتسون 3/10، انما الاكس جي بتاع ارنولد 2/10، يعني المفروض كان روبرتسون يسجل عشان الفرص اللي جات له قبل كده. مظبوط ما هو الفرصتين اللي جوله فاكر في الماتش اللي قبل اللي فات تمام. النقط المتوقعه من روبرتسون كانت 15 جاب 18، والنقط المتوقعه من ارنولد كانت 18 جاب 20، وده معناه ان هما بيجيبوا يعني اداء بيجيبوا اعلى من المتوقع منهم تمام. الاكس اي بتاع روبرتسون 4/10، ولو خدنا بالنا بقى من الاكس ايه بتاع ارنولد فهو 1.5، فده يعني ايه ارنولد مكتسح في الاسيستات المتوقعه يا جماعه، كان المفروض يعمل اسيستات كتير طبعا عشان عارفين ليه، عشان هو ايه ماسك الضربات الثابته وبيلعب ورفع يعني لعيب نص ملعب ورفع لشوطه كتير، لشوطه كان زمان موفق، كان زمان واكل نقط بالهبل بس بالزبط. يعني ايه الحمد لله. وعايز اقول لك الغريب ان الاثنين لحد دلوقتي ما عملوش ولا اسيست يعني، ولا اسيست ولا جون، جابوا كلين شيت بس، وارنولد خد بونص هو ده اللي مخليه فارق لما خد 2 بونص. يعني حاجه تزعل والله، انا كنت بادئ بارنولد كنت مستني بقى قبل ما الدنيا تتلم عليه، بس عادي لو قارنا بينهم بقى في كل ماتش بيبداوه هتلاقي الدنيا قريبه من بعضها في كل الاحصائيات عموما، ما عدا حاجه واحده ارنولد مكتسح فيها اللي هي الاسيستات. بالظبط تمام، فهو كان المفروض ارنولد يشطح عن روبرتسون يعني يعمل اسيستات بالهبل، بس ما كانش موفق. وعايز اقول لك برضو لو روبرتسون كان اتوفق انه جاب الاجوان كان زمانه شاطح برضو عن ارض، هي قريبه يعني الفرق الواحد مليون ده عم سيمبوس ممكن يخدم تمام، هو اي قريبه لو انت وفرت مثلا جبت روبرتسون بالستة مليون هتستثمر المليون ده في حد تاني، بس الاثنين متوقع يجيبوا نقط كويسه بس اللي واضح قوي ان ارنولد لو مشى الطبيعي هيفرق عن روبرتسون على فكره، يعني المليون ده ثمنه فيه انا شايف كده. انا ما قلت لك من الاول ايه، قلت لك ارنولد ده مش غالي، 7 دي فير جدا على اللي هو بيعمله. تمام اخش انا بالاحصائيه بتاعتي بقى بالمقارنه. خش حبيبي اخوك، ما انا مش هسيبك كده من غير ما احشر لك ساكه في الموضوع، بس فعلا الموضوع مهم، هل يفضل معايا ساكه او اجيب ساكه في الوايلد كارد ولا بالمر احسن؟ انا شايف طبعا الناس بتهاجم ساكه دكتوره كتير مش عارف ازاي على بص يا باشا، انا مما لا شك فيه ان بالمر عنده ران اسهل، بس ساكه لعيب توب كلاس من فرقه بتنافس على الدوري، فيعني عادي جدا يبقى معاك لعيب زي ده ويفضل وتثق فيه. انا عايز اقول لك الجوله السادسه اصلا
الناس هتبيع صلاح وتجيب ساكا. بالظبط. فانا شايف ان ساكا ممكن يفضل معاك عادي، واقنعك ليه. تمام، بص على الخريطه الحراريه اللي عندك على الشاشه، بص لساكا موجود فين وبالمر موجود فين. الاحمر ده معناه ان هو متواجد كتير، ساكا طبعا ماسك الخط، وشوفه جوه ال18 واكل الحته اللي هي اللي في الجهه بتاعته. بالمر بقى شوف السنه دي فين، بالمر شوف متواجد فين، على حدود ال18، يعني نسبته ايه في الصناعه في الشوطه من بره، لكن جوه هتلاقيه قليل. وانا ده مش، انا مش عايز كده من لاعب الفانتازي، لان الماتش لو صعب انت اخرك تصنع تشوط كره من بره ويصنع جاكسون. بالظبط. دي حاجه تانية مش موجوده في الخريطه. فانا بصراحه بالمنظر انا شايفه ده في الخريطه الحراريه، انا ما ينفعش 10.5 مليون في لاعب زي ده. هو عندي على فكره انا بعته، يعني عشان تكون عارف نظرا ان انا شايفه ده، انا لكن متفاهم ان بالمر ده توب كلاس، متفاهم ان هو ممكن يجيب شويه نقط عادي جدا، وشايف ان الرام بتاعه سهل، فده السبب اللي يفضل معاك دلوقتي. لكن انا بحب اللعيب اللي يبقى قريب من المرمى. بالمر السنه اللي فاتت كان راشق قدام جناح يمين شبه مدويك السنه دي كده. تمام، فبالدليل اهو يا جماعه عشان ايه نحسم الجدل في الموضوع ده. تمام، اخش لك بقى على التوتال بينهم. عايز اقول لك الناس معتقده ان بالمر ده معدي عشان 17 نقطه اللي جابهم، بس تعالى اقول لك ان بالمر جاب 25 نقطه و24 نقطه ساكا، مع العلم ان ساكا لاعب وقت كبير جدا في الماتش الاخير اللي كان سهل وكنا راكبين فيه وفي طرد. تمام، فكان ساكا ممكن يعدي بالمر عادي جدا. تمام، بالمر جايب النقط العاليه دي كلها قدام وولفز، لكن دفاعهم مضروب بالنار وساكا لحد دلوقتي ما بلانكش. تمام، عايز اقول لك اتنين جايبين جونين شبه بعض. بالمر بيمتاز ان هو عامل اربع اسيستات اللي عارفينهم اللي هو صلحهم لمدويكي دول. تمام، وايه وساكا جايب ثلاث اجوان. حلو، الاكس ايه في تفوق طبعا لبالمر لانه صانع العاب، الصناعه بتاعته. تمام، لكن الاكس جي اللي يلزمني كجوان وده اللي يهمني اكتر من الاسيستات، 1.3 لساكا، 8/10 لبالمر، مع العلم ان في ماتش كان فيه طرد وده برضو يقلقك من بالمر. قلت ساكا جايب ثلاث اجوان، جايب جون لا ثلاث اسيستات، ده انا قصدي، انا قلت سوري لو انا غلطت في الايه في الكلام. طيب، النقط المتوقعه كانت لساكا 16، كان لبالمر 14، بالمر جاب 25 عشان ايات نوري كان سرحان شويه، انما ساكا جاب بدل 16 جاب 24، يعني الاثنين مقدمين برضو عشان لعيبه بريمير اكتر من المفروض ان هم يعملوه. طيب، لو قارنا بينهم لكل ماتش بداوه هتلاقي الدنيا قريبه جدا، بس في تفوق ملحوظ في الاسيستات لبالمر لانه برضو بيلعب صانع العاب، وتفوق ملحوظ في الاجوان لساكا لانه قريب اكتر من الجون. فهي الفكره، انت محتاج لاعب بيصنع لعب ولا لاعب قريب من الجون؟ انا شايف بصراحه ساكا افضل لانه برضو ماسك ركنيات فبيصنع، فيعني القريب في رايي احسن، والرام بتاعه هيبقى حلو بعد جولتين. والماتش الجاي ساكا متعود يسجل فيه، فانت بتتكلم على ماتش واحد بتاع السيتي اللي وارد جدا لعيب زي ساكا يجيله ضربه جزاء او يعمل اي حاجه، فوارده يعني ابس وش سجلت، فوارد جدا يعمل وبالمر يبلانك. فشايف انها قريبه، وانت ودماغك وانت واحساسك ما بقولكش ساكا احسن ولا بالمر احسن، بس ساكا من وجهه نظري انا ان هو اقرب فاحسن. تعالى بقى اقارن لك بين اتنين لعيبه الناس بتتكلم عنهم كتير قوي من نفس الفريق استون فيلا، اللي هم روجرز واونانا. تمام، وهنزود عليهم واحد سوتشيك من وست هام عشان ايه نبقى في الفئه السعريه الحلوه بتاعتنا دي اللي هي 5-5-1. لا كمل لك التشكيله عشان تعرف تجيب صلاح تجيب هالاند بتاع. بالظبط، لو بصيت على الخريطه الحراريه قدامك، نبدا بروجرز مثلا، هو متواجد في حتت كتير قوي في الملعب وقليل قوي في منطقه الجزاء، مش ده اللي انا عايزه من لاعب الفانتازي، ده رقم واحد. تاني وعلى الصعيد الاخر بقى الرن بتاعته مغريه قوي بصراحه. فانا معاك ان انت تجيبه، وانا بصراحه ممكن اجيبه. تمام، دي حاجه. لو بصينا بقى على اونانا من نفس الفريق، لو خدتوا بالكم يا جماعه هو ديفندر، يعني هو متواجد في مناطق ورا خالص. تمام، ولو اتفرجت على الاهداف اللي هو جابها فهي كانت من كور ثابته، يعني هي كانت ماشيه معاه. تمام، بس هو مش متواجد كتير في منطقه الجزاء، فده مش لعيب فانتازي اصلا، ده رقم واحد يعني. تمام، لو بصيت بقى على سوتشيك الخريطه الحراريه اللي قدامك، هو بايت في ال 18، فهو يعتبر بيلعب مهاجم اساسي. فانا شايف لو انت بتختار بين الثلاثه المنطقي تروح مع مين؟ مع سوتشيك طبعا. تمام، لو شفنا بقى الاكس جي بتاعهم المتوقع والاكس جي اللي هم جابوه، ابدا لك بروجرز. المتوقع بتاعه كان 3.47%، ده الاكسبكتد بوينتس. الاكسبكتد كان المفروض يجيب 3.47، جاب 2 بس. تمام، سامعك وانت بتقول لي ما كانش موفق، وده واحده لواتكنز، واتكنز ضيعها. تمام، انا معاك ان هو هيجيب اكتر، بس حاليا احصائياته وحشه جدا جدا مقارنه باونانا ومقارنه بسوتشيك. لو بصيت بقى على احصائيات اونانا فهي مرعبه صراحه، كان متوقع يجيب 4. تمام، جاب 6.5.
فيعني لا بس انا بشوف ان ده كده حاجه من اتنين، اللعيب ده هيبقى سوبر بعد كده يا اما اللعيب ده ماشي معاه، وغالبا بالنظر كده هو ماشي معاه. ما هي ماشيه معايا، بس انت لو سالتني اونانا معنى كده ان اونانا مش هيجي في الماتشات الجايه، انا ما اعرفش. ممكن يجيب تاني. انا كواحد كنت اتفرج على ايفرتون ما كانش بيعمل حاجه يا جماعه، هو جاي عارف سبحان الله جاي هو مشت معاه فاهم، بس هي ارقامه حلوه قوي بصراحه. بالظبط. بس انا راح اجيب روجرز على الاقل، زي ما انت شفت على الخريطه من شويه هو اقرب على الاقل، بيدخل منطقه الجزاء يا عم لعيب، على الاقل لعيب بيلعب كوره. تمام تمام. نيجي بقى لسوتشيك، فهي ارقامه اختياره جامد بصراحه، ارقامه حلوه قوي قوي قوي. هو كان متوقع يجيب 5 و27، جاب 6.5. تمام. فهو برينس المنطقي ماشي. تمام. مع ارقامه مش معدي كتير، وجاب اعلى من المتوقع برضه. وعايز اقول لك في ماتش ما بداش فيه، يعني عايز اقول لك يعني ايوه فعلا في ماتش، فعايز اقول لك ان هو خرافي لحد دلوقتي. ده السيتي ما بداش. فبصراحه شايف ان هو خرافي جدا منطقي، وبعدين احنا مجربينه يعني سوتشيك ده مش غريب علينا، عارفين هو لعيب بيعرف يجيب بالهيد وبيخطف كور كده كل فين وفين، فشايف ان هو اختيار حلو قوي. انا لو اختار بين الثلاثه يا جماعه انا اختار سوتشيك، وانا كمان والله. في نفس الوقت ران ويست هام برده مش وحشه، بس انا هضطر، انا نفسي هضطر اجيب روجرز عشان لو عمل حاجه ومش معايا كده بقى. انت لو مش عايز تتاذي هات روجرز مع الناس وعليك وعلى الكل يا بقى. لكن انا هرجع، انا كده كده ناوي ان انا ابدل واجيب سوتشيك، او على الاقل هجيبه مع روجرز لو تالق، الاثنين يبقوا معايا ورخاص واعلى بناس في مركز تاني. خش على المقارنه اللي بعدها يا مسنبوس. يلا بينا. حبيب اخوك انت دلوقتي نفسك تجيب من برايتون اللي عندها ماتش سهل، وشكلها هيبقى ماتش سهل ولا نيله، وشكلهم هيخسرهم طبعا. انا جايب اتنين منهم ربنا يستر. انا عايز اقول لك انت محتار، اجيب ويلبك جو بيدرو، طب اجيب مينتا، طب اجيب ميتوما. تعال اقول لك رايي الشخصي كده، هو الاربعه بصراحه مغريين، وهي برده ارزاق يعني في الاول وفي الاخر، ما ممكن اقول لك ده احسن والتاني اللي ينفجر. تمام. مش كله هيعمل يعني. بالظبط. بس انا من وجهه نظري انا همسك لك لعيب لعيب. ويلبك لو هتبص عليه هتلاقي ان هو متواجد كتير كتير، بس مش متمركز قوي جوه ال 18، حلو قوي، بس هو المهاجم واضح وصريح. كان متوقع يجيب 4 وشويه، جاب 7 وشويه، يعني عامل اداء تألق. تمام. انا كواحد عارف ويلبك، شفته مع الارسنال، شفته مانشستر يونايتد، هو لعيب بيعرف يلعب فينيشر، فده بالنسبه لي منطقي جدا. ولكن اخش لك على اللي بعده، جو بيدرو الخريطه الحراريه بتاعه ركز معاها كده، هتلاقيه جوه 18 ولكن بيتمركز كتير بره، شبه كده بالمر شويه اللي هو صانع العاب، هو بيلعب اساسا رقم كام؟ رقم 10 مش رقم 9، فده منطقي. ولكن هو قدر يخش 18 وده شيء متوقع، لانه هو اصلا بيعرف يلعب برقم 9، فبناء عليه المفروض كان يجيب 3 وشويه، جاب 6، وده دليل ان هو برده تألق عن الطبيعي. بالفرجه واللي انا شايفه من جواو بيدرو ان هو كان موفق، يعني تابع كوره مينتا، جاب كوره في الاخر من كوره ثابته اللي او رافعه اللي هي اللي في مانشستر يونايتد، فانا عارف ان هي مشت معاه شويه، ده انا حاجه انا عارفها لنفسي. الفيصل بينهم عشان احكم، فيصل بينهم ان انا ببص للخريطه الحراريه شايف ان جواو بيدرو بيلعب متاخر، ويلبيك بيلعب جوه ال 18، فلو انا شورت ترم انا هجيب ويلبك، لو انا على اللونج ترم هجيب جواو بيدرو عشان ضربات الجزاء فقط، ده المقياس. لكن لو هتقول لي الاثنين يكملوا انا هختار ويلبك كواحد ممكن يجيب اجوان اكتر من ايه؟ ده لو جواو بيدرو اصلا. جواو بيدرو بالظبط. يعني. ضيف عليها ان انا عمري ما دخل جواو بيدرو، لان لسه الناس كنت قاري والله على منصه اكس ان هو متابعينه بقى ان هو في الطياره نزل في مانشستر، الناس بقى هتموت على جواو بيدرو، الناس كلها جايباه، ففي ريسك ان هو ما يلعبش، انا هروح للاضمن والاحسن ويلبك ان هو اكيد هيلعب وخلاص ورايح دماغي. تمام. لكن على اللونج تيرم انت ممكن تجيبه وينزل لك في الماتش او ما يلعبش حتى ويفضل معاك، والله هو اختيار كويس في الفئه السعريه دي. اخش لك بعد كده على خط النص، ميتوما ومنتا. تمام. ميتوما انت شوف الخريطه الحراريه هتلاقي ان هو ماسك الجنب بتاعه وراشق جوه ال 18 زي ساكا بالظبط، بس الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. تمام. عايز اقول لك ان هو كان متوقع يجيب 5 نقط وشويه، جاب 5 نقط وشويه، يعني من الاخر اللعيب ده قد توقعات. بالظبط. هو راجل ياباني يعني فاهم على المسطره. اليابانيين شطار جدا. بالظبط. عايز اقول لك ان هو ككواليتي واحنا عارفينه ومجربينه لعيب جامد جدا، وملوش كمان منافس، فدي حاجه كويسه. هو لو انت بتتفرج هتلاقيه بيقطم بيلم الواد ويقوم قاطم في الجنب يا شوت يا باصي. اما اجي لك بقى للطفل المعجزه مينتا او مينتيه زي ما بيقولوا، ايا كان الواد ده برده بص على خطه حراريه، الواد ده راشق بقى اخو ساكا جوه، حلو جدا وموجود ماسك في كل حته وساعات كمان بيروح شمال. تمام. حلو قوي. ولكن عندي مشكله سولي مارش اللي راجع، عندي مشكله ان هو كان بيلعب مع الجابون، عندي مشكله كمان ادنجرا خربت التوقف الدولي اللي عرفنا، فالواحد مقلق، الواحد مقلق منه كدقايق. تمام. عايز اقول لك ان هو كان متوقع يجيب 3 و6، جاب 3 و3، فهو يعني يعتبر ماشي مع ارقامه. حلو
هتسالني عن رايي الشخصي اقول لك ميتوما اللي ملوش منافس. ميتوما شرب اكتر على الجون، يعني المفروض ان ميتوما كان يعمل صناعه اكتر ويسجل اقل، عايز ومنتا يسجل اكتر ويصنع اقل، الموضوع اتعكس في النقط، وده يدل لك ان منتا مازال ما عندوش الخبره الكافيه انه يترجم لعبه، انما ميتوما عارف هو بيعمل ايه بالظبط، لعيب كواليتي عالي. فانا اختياري ميتوما وويلبك، وانت الراي يرجع لك. وهي ميتوما على حسب إيه؟ فلوسك يعني، لو معاك تجيب ميتوما ماشي، معاكش هات منتا بالظبط، لانك انت في الاول في الاخر رايي الشخصي في لعيب برايتون باستثناء ميتوما وجو بيدرو هم شورت تيرم، حتى الدفاع ده رايي فيهم. بس دي برايتون هتيجي لها بقى تبقى ماتشات صعبه فهتخلص من اللعيب. ميتوما كلاعب كواليتي وجو بيدرو كلاعب معاه ضربات الجزاء ولاعب حلو برده ماشي، فهم دول اتنين انت ممكن تكمل بيهم في السيزون. لكن لويلبك اللي بيصاب كتير ولا مش ضامن دقايق، ولان فيرجسون كمان راجع ومعاهم روتر الجديد ده وكل حاجه، ولا منتا اللي فيه منافسه على مركزه ممكن فجاه تلاقيه ما بيلعبش وبيطلع بدري، فانا شايف ان هو ويلبك وميتوما وكفى وشكرا. اتمنى يكون الحلقه دي ان شاء الله حلقه حلوه وعجبتكم. اول مره ندخل موضوع المقارنات ده، ما تنسوناش في اللايف بكره الساعه 9، مستنيين كل اللذيذه معانا بقى ويكونوا متجمعين كده ونبقى عيله كلنا مع بعضنا. وقبل ما نختم الحلقه ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لك فعل الجرس ليه عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار قول لنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وايه سلام. ادينا حاجه يا اخي، حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربه جزاء، ضربه.